مروان مروان يا زفت، مروان مروان فين يا ربي؟ راح فين ده مروان؟ سوري انا اسفه والله، اسفه. هو في ايه وياك ليه كده؟ اه يا ربي قلبي، لا قلبي بطل تنبض كده، هو بقى بوس ايدك يا قلبي بطلت. بصراحة لا مش بريك. ايه نعم ازاي يعني؟ ما هنفضل قاعدين هنا؟ لا بقى ابوس ايدك، مش عشان اول يوم تلقوا كمان البريك. ثواني، تخيل المدرسة التانية تبقى اقوى مننا. وانا بحبك قوي، يلا بقى نطلع. اوكي بس يعني اهم حاجة ان المدرسة التانية تكسب صح؟ خلصنا. واحنا كمان خلصنا. حصل ايه؟ تعالي بس بسرعة. حاضر، ما تتحركوش يا ولاد، ما تتحركوش. ها La voix partout, dans ses larmes, debout, debout, il nous aime, non, on peut rien. Dans ses larmes, dans ses larmes, il attend debout, debout, il nous aime, non, on peut rien ne le faire. Il la voit partout, il attend debout, debout, il nous aime maintenant, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story. لا انا خلاص، مين قال لي ان انا فاضيه اصلا؟ مين قال ان انا مستنيه حد يفلفشني؟ انا اصلا فلفوشه فمش محتاجه حاجه اعملها، ومش ملينا حتى. بصي كده اهو، انا هقعد معاكم اتكلم عادي، انتوا تتكلموا في، انا اصلا مش محتاجه حاجه اعملها عشان اضيع وقت. لا انا زي الفل، شفتي؟ لكن هتقولي ان انت محتاجه حاجات؟ لا يا حبيبتي، في حاجات بجد كتير تتعمل. ايمي عندها حق، ونص وثلاث ارباع طبعا. ما هي ايمي عندها حق طبعا دلوقتي طبعا. طيب اقعدوا بقى يا جماعه، بجد هنعمل ايه؟ مش عارف والله. امي يا امي اعمل لنا شاي. نعم اه صح جميله. بقولك يا ماما، عايز ايه؟ في اقتراح على خطتك يعني بصراحه. ها هو انت ليه ما فكرتيش ان هو في اولادهم مثلا؟ يعني هما برضو عندهم اولاد، كلهم تقدري تنتبهي من اولادهم، لان اولادهم هيكونوا اسهل، وخصوصا ان الدراسه بدات، فهيكون اسهل ليكي واحسن. ايه رايك؟ اولادهم؟ بتقول لي اولادهم؟ انا ليه ما فكرتش في الفكره دي فعلا؟ فكره ان انا اذي اولادهم هتبقى اصعب، واصعب ليهم يعني نفسيا، واسهل لي انا كسهوله. ليه ما فكرتش في كده؟ مش عارف يا ماما، انا قلت بس اقترح عليك، فايه رايك؟ هفكر، بس الاول انا هعمل الخطه بتاعتي برضو. على العموم انا داخل البلكونه اقف شويه عشان الهواء، بما ان الجيران الحمد لله كانوا معذرين امبارح بالليل، ولا بيسافروا ولا ايه، ما اعرفش هم رايحين فين، فما فيش حد، فاخيرا هطلع عشان ما هو في البلكونه شويه. طيب روح. اروح فين؟ مش عارف، انا عايزه ادخل الحمام اصلا. يا ربي مفيش حاجه تتعمل دلوقتي، لازم على الاقل حد عشان انفذ خطتي زي ما انا قلت، استنى لغايه بالليل. يا ربي، ومش ضامنه برضو، ايش ضمني؟ لحظه، مش ده كريم؟ في تغيير في الخطه، لازم اقوله لمروان. مروان مروان يا زفت، مروان مروان فين يا ربي؟ راح فين ده مروان؟ مروان ايوه يا ماما، في ايه؟ انا كنت في الحمام يا ماما. نعم عايزه ايه؟ تعالى يا زفت، في تغيير دلوقتي حالا في الخطه. في ايه؟ انا نازله. ليه؟ هتفهم بعدين. المهم لو حد سالك عليا اصلا، محدش هيسال عليك، خليكي يعني مستخبي وخلاص، ما تطلعش من البيت. نعم لا يا ماما انا جاي معاكي. بقول لك في تغيير في الخطه، وانت كده كده مش معايا في الخطه صح؟ لا 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 لا, لا, لا خلاص انا معاكي. طب تعالى. في ايه؟ طب فاهميني، تعالى وهقول لك بعدين. حاضر. افرضي حد شافنا؟ محدش هيشوفنا. تعالى. هو اخيرا خلصنا، الميس لسه طالعه، بجد انا زهقت قوي. اسم الله على تحب الدراسه، انا بجد مش طايق. مش طايقني ليه؟ كان زماننا فضلنا مع عموتهم، وهم راحوا المدرسه لوحدهم، وكان زماننا غيبنا. ايوه بس وحفين، احنا كمان كان زماننا هنغيب يا يوسف.
ليه ان شاء الله؟ علشان ماما اكيد مش هتنزلنا من غيركم، عشان احنا بننزل كلنا، فكنا هنفضل نضيع ندور عليكم ونضيع وقت، والساعه تبقى 9، انتوا لازم تيجوا 8، يعني لو كنتوا جيتوا حتى بعدها بساعه كان زماننا ما رحناش. اوكي انا مش بكره المدرسه، بس بجد يوم النهارده كان غريب قوي. على فكره حلو ان انتي جيتي بدري يا نور، بس انا كنت قلقانه عليكي، انتوا ليه اتاخرتوا؟ ايه انت غيرانه ولا ايه؟ ايه ايه مين قال ان انا غيرانه على نور؟ ايه انا نيفر، مش فارقه معايا اصلا. ايه مين دي اللي مش فارقه معاك؟ مين دي اللي مش فارقه معاك؟ يا رب مين دي انتي؟ اه يا ربي انا نومنا ان انا مش فاضيه والله، بس بجد خلاص انا اسفه اسفه انا اسفه ان انا قلت كده، انا اسفه بجد. I'm so sorry. انا اسفه والله، اسفه 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 اسفه. هو في ايه وياك؟ ليه كده؟ اه يا ربي قلبي قلبي، لا قلبي بطل تنبض كده، هو بقى بوس ايدك بوس ايدك يا قلبي بطل انا ما بحبهاش. ها ايه الشعور الغريب ده اصلا؟ يا انا ما بحبهاش، يعني ايه اصلا؟ انا لسه صغير. بيقول طب بيقول ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هو احنا ما نزلناش البريك اصلا، مش المفروض المدرسه طلعت يعني ننزل بريك؟ مش عارفه احنا ليه لسه قاعدين لغايه دلوقتي، على الاقل الميس المفروض بتيجي تقول لنا انزلوا بريك، ما دام هي لسه ما قالتش يبقى المفروض ده مش وقته. طب امتى هتقول لنا يعني لغايه اما ايه اللي يحصل؟ هو انتوا ليه لسه مطلعين الكشاكيل بتاعتكم؟ الميس قالت شيلوها على الدرج هنا، اقسم بالله. ايوه امتى؟ قبل ما تطلع. نايس وانا مش ابتهاش هشيلها، خد معاك. ماشي خد معاك، احم خد معاك بقى ابطل غلاسه، خد معاك يعني هتيجي عليا. طيب ده انتوا دوشه بجد، في واحد بقى مش مهم. اوكي نحط ده ونحط ده ونحط ده، مش مش مهم بقى يعني، مش تيجي ترتب، مش لما تيجي الاول عشان تطلعنا. الحمد لله كده كل حاجه جاهزه، اروح اقول للولاد بقى على المسابقه انها جاهزه دلوقتي، وانهم يطلعوا يغيروا لبسهم. يا ولاد اخيرا ايه بريك بقى صح؟ بصراحة لا مش بريك. ايه نعم ازاي يعني؟ ما هنفضل قاعدين هنا؟ لا بقى ابص ايدك، مش عشان اول يوم تلغوا كمان البريك. لا لا مش ملغي. ملغي ايه؟ طب ما تقلقوناش بقى، ايه اللي حصل؟ انتوا دلوقتي جاهزين عشان تروحوا، المفروض يعني تروحوا تلبسوا وتغيروا هدومكم دلوقتي عشان بقية اليوم هيبقى اجازة، وهتبقوا المسابقة بتاعت كرة السلة اللي انا قلت عليها دي النهاردة. ما احنا قايلين من الصبح. ما انتوا كنتوا متأخرين. خير؟ طب انا قلت لكم اصلا. صح بس افتكرت انها مش النهارده بدري كده. مش بدري، احنا في الحصه الثالثه حضرتك. نايس احنا جايين متاخر. طب قوموا يلا طابور، ولاد وبنات كالعاده، وهتروحوا تغيروا لبسكم عشان تبقوا جاهزين للفريق بتاعكم دلوقتي. سميس 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 سميس. يا نور عايزه ايه؟ هو اللي كسبان في المسابقه دي ايه اللي هيحصل له؟ اللي هيحصل له الكسبان في المسابقه دي هياخد شارة الخمس نجوم و شرط الستار الذهبية، النجمة الذهبية يعني. يس جولد ستار. ايه ده بجد؟ طالب واحد بس يعني اكتر واحد هيبقى بيسجل اهداف في مدرسته طبعا هتكسب، وغير كده هو بقى الطالب ده هياخد الستار الذهبية. ستار يا ميسي، اما تقولي النجمة الذهبية اما تقولي الستار الجولد ستار ولا معرفش ايه. الستار الذهبية اللغة العربية انجليزية فصحى. شاطر برافو عليك يا ولاد. يلا قوموا خلصوا بجد، المدرسه قربت تدخل علينا. هي اي المدرسه اللي نشيطه قوي التانيه دي؟ حاضر قوموا. اوكي تمام، مش طابور بنات طابور ولاد زي ما هي قلت، احنا اربع بنات واربع ولاد. طب ما اقول هنكسب يا جماعه، اصلا احنا اصلا ضعفه. خير خير ما تقولش كده، انا موجوده وانا موجود يعني ما تقلقوش. طب مين يا ميس فينا اللي هياخد تتوقعي؟ لا الصراحه ما اعرفش يعني، انتوا بقى كل واحد على قدراته الخاصه هو مين هيكسب. فيلا تعالوا اطلعوا فوق عشان تغيروا هدومكم بقى. اوكي كل واحد هيلاقي هدومه جاهزه في الدور بتاعه. في الدور ايه؟ في قصدي يعني تدخلوا مكان تغيير الملابس، وانتوا هتلاقوا ملابس الولاد لوحدها وملابس البنات لوحدها، وكده كده انتوا كلكم نفس الطقم اصلا، فاخلصوا بقى. حاضر. طب هتطلع فين؟ فوق الدور التاني. اوكي يلا. طب يلا يا جماعه ثواني، تخيل المدرسه التانيه تبقى اقوى مننا زي ما اسمها ايه دي قالت. على فكره ليا اسم، اللي ما ليكي اسم مالكيش اسم، انا مش مهتمه اعرف اسمك اصلا ومش عايزه اعرفه، بس ما علينا. يا جماعه بجد انتوا الاثنين بطلوا خناقه على محمد بقى. ايه محمد؟ ايه ده وانا مفضوحه قوي كده؟ طب قشطه. المهم المهم انا كنت بقول ايه؟ لو المدرسه التانيه اكبر
قصدي اقوى، وبطلي تبقي تايهه كده. حاضر، انا مش تايهه على فكره. المهم لو المدرسه التانيه اقوى احنا اللي هنخسر كده. طب يبقى مش احنا اللي هناخد النجمه؟ صح، احنا عايزين نكسب احنا. طب مين فينا تتوقع اللي هيكسب النجمه؟ اكيد يعني وبدون تفكير انا. انت بتفكري ازاي انت؟ انا مش وحشه انا يعني. ايه انت بتقوليها كده ليه؟ مش قصدي، بس يعني يا ريت اي حد فينا يكسب. اوكي، انا مش مهتمه للنجمه اكتر من ان انا مهتمه ان مدرستنا تكسب. عشان لو مدرستنا تكسب يبقى كاننا كلنا كسبنا، انما لو حد كسب النجمه معناها ان هو بس اللي كسب والباقي لا. نور، بس النجمه فعلا مهمه يعني. لما تروحي لمامتك وانت معاكي النجمه او ماي جاد مامتك تسقف لك. او ماي جاد مامتك تسقف لي. مايا ايه بتهزري؟ صح، اكيد بتهزري. انا اكيد مش محتاجه تسقيفه ماما، اكيد محتاجه تسقيفه ماما، بس اكيد مش ده اللي انا لو كسبت المدرسه برضو ماما هتبقى فخوره بيا. قصدي اوكي الاثنين كده كده مامتها هتبقى فخوره بينا، فاحنا نحاول على قد ما نقدر. وات ايفر يعني، كده كده انا اللي كسبانه. وبعدين واضح قوي ان نور بتقول كده عشان عشان هي ضعيفه ومش هتقدر تكسبني. هي 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 برده بكرهها. اوكي خلاص اكسبيها انت. اوكي كلنا هنحاول نكسبها يعني. طب يلا بجد عشان احنا هنا نبقى نسعى ونيجي تيجي تشعلقنا تاني. ما انت واقفه ترغي. انا امال انا؟ ايوه انت واقفه ترغي. يلا يلا امشي امشي، يلا تعالي، جايه جايه، يلا بينا. خسرانه ابعدي عن وشي. بس اهدي يا نور اهدي. خسرانه اهدي اهدي، كام داون، اي ام كام داون جدا. طب يلا نطلع بقى. طب تتخيلوا لبسنا هيكون لونه ايه؟ لبس مدرستنا لونه احمر كالعاده. انت عارفه مدرستنا، انا بجد متعصبه. اهدي بس، مدرستنا لابسه ابيض اصلا دلوقتي. ما تضايقنيش. ماي اسكت يا ماي، عشان انا بجد عايزه اقتل البنت اللي هناك دي. لا اهدي، كام داون. عندنا يا جماعه انتوا كده هتقعدوا تتكلموا كده ساعه. يلا بقى عشان نروح نطلع كلهم طلعوا يلبسوا، وانت هتبقي واقفه هنا اهو وهي هتكسبك. لا مش هخليها تكسبني، انا مش عايزه احلف عشان ممكن يحصل حاجه لا قدر الله، بس بجد انا اللي هكسبها. اوكي يا نور انت اقوى، انت احسن، انت كل حاجه. يلا بقى، اي يور بيست فريند صح؟ اكيد، وانا بشجعك. انت كيوت قوي يا ماي، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي. يلا بقى نطلع. انت راحه نفسيه، انت اجمل بيست فريند في الابد للابد. يلا بقى تعالي، وان شاء الله انت هتكسبيها وهي تخسر يعني ان شاء الله. عموما يلا طيب، شجعتيني. يلا يا ربي انا بجد زهقانه قوي، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه حتى ياسمين راحت فين. بتهيألي ياسمين كانت قاعده مع كريم جوه. انا مش هفضل ازن، انا بجد بقيت حاسه ان انا كده ممله قوي، وان انا عماله ازن عليها وهي ملهاش ذنب. بس انا مش بزن عليها عشان حاجه، انا بس بروح اكلمها واكد لها كل شويه. والله بجد احاول اعرفها ان انا ماليش ذنب. انا عارفه انها عارفه، وانا عارفه انها في صفي، وانا عارفه كل حاجه، بس خايفه تكون من جواها زعلانه مني، عشان كده دايما بحاول اكلمها وبحاول الطف الامور معاها. ويمكن هي توصل لكريم برضو لو انا مش عارفه اوصله. يمكن هي لو اقتنعت تحاول تقنع كريم، اصل مدام كريم مش مقتنع كده، يمكن ان هي نفسها لسه مش مقتنعه ان انا ماليش ذنب وانها مش عارفه تقنعه. يمكن هي نفسها شاكه فيا. حتى مليكة، انا حاسه ان مليكة دي اللي هي اختهم متضايقه مني ومش طايقاني، مع اني ما عملتلهاش حاجه من ساعه العزاء اللي هي عملته فيا وقعدت تزعقلي، وانا عارفه انها مش طايقاني. انا عارفه ان ياسمين دفعت عني وكل حاجه، بس برضو ايه ده؟ ثواني ثواني ثواني، اللي تحت ده مش ده؟ ده كريم. او ماي جاد، ده نازل في الشارع اخيرا، فك عن نفسه. الحمد لله انا فرحانه ان هو بقى بينزل. بس هو ايه اللي منزله لوحده؟ ايه اللي مخليه يمشي في المنطقه دي اصلا؟ مش عارفه. المهم ان هو فرحان. انا كمان فرحانه، مادام هو فرحان واضح ان هو اخيرا اخيرا بدا يطلع من الاكتئاب بتاعه شويه. انا عارفه ان اكيد يعني مش هينسى مامته ومش هينسى اللي حصل لها، بس برضه لازم يفك من نفسه من الاكتئاب اللي هو فيه. ايه صح ولا ايه؟ انا بكلم نفسي، انا بقيت مجنونه. ده عمال يلف. انا مبسوطه قوي والله. ايه ده؟ ثواني، اللي في الشارع هناك، اللي في الشارع هناك دي ماما.
ايوه دي ماما، دي ماما. ايه اللي جايبه هنا؟ اروح اقول لهم؟ اروح اقول لهم ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. لا انا خايفه تعمل حاجه لكريم. انا هفضل واقفه هنا واشوف هتعمل ايه، ولا انزل ولا اعمل ايه؟ هي باينه عنه بس انا خايفه تشوفه، انا خايفه تشوفه. لا انا هنزل احسن. ولا اعمل ايه؟ ايوه دي ماما، انا متاكده، ومعاها مروان كمان. ده هما الاثنين لسه هنا. هي ايه اللي جايبها تاني؟ ايه اللي جايب ماما تاني؟ اوكي بس يعني اهم حاجه ان مدرستنا تكسب صح؟ ايوه لازم مدرستنا تكسب، والا يعني هنتشقلق. الحمد لله لان يعني ما نبقاش جايين متاخر ومتهزقنا. بس انتوا لسه اللي جايين متاخر، يعني انتوا اتهزقتوا بس اتهزقتوا، انما احنا ما اتهزقناش. انت بتعيرنا؟ لا ما هو احنا جايين متاخر بسبب يوسف. ايه على فكره بسبب عموتهم مش احنا نهائيا. واتبر يعني انت وهو واحد. نعم ما انت لازق فيه في كل مشوار يروحه، فانت وهو واحد. شكرا انا خلصت. صباح الفل لسه بدري. المهم انا مش عارف ازاي اطلعها واقولها، ومش عارف واحد ازاي زي ابن مدير مدرسة، مش عارف مدرسة ايه، بس ابن مدير مدرسة تانية غير المدرسة دي، انا معرفش هو ليه مدخلني المدرسة دي. واحد زي مامته مديرة بنك، انا مش عارف ازاي اقول لكم الكلمة دي، لازم اتواضع شوية بقولها لكم. المهم انا موافق ابقى بفريقكم. يا ولد ايه، على فكرة انا بنزل لكم بالمستوى عشان اقول لكم الكلمة دي، فانتوا تحترموا نزولي لمستواكم. نزولك لمستوى مين؟ احنا اللي نازلين لك يا بابا. خلاص بقى لازم نتقبل بعض يا استاذ يوسف، علشان احنا مضطرين نعمل كده. فعلا محمد عنده حق صح. ايه فانا يعني نازل. لا بجد الواد ده هيفضل يتكلم من مناخيره كده، هجيبه من مناخيره في الارض. عندك حق والله، بس صدقني لازم نستحمل بعض صح. يلا يا نور بقى. وتلا خلصت. واو شو معناتي لفسه برده، عشان انا بما اني قائده الفريق وانا قائده الفصل قصدي ورائده الفصل، فلازم انا اللي البس توكه عشان انا مميزه عنكم كلكم صح. ايو انا مش عارفه بجد احنا ازاي انتخبناكي لما كانوا في رائد الفصل، كان لازم ينتخبوني انا. انتخبوكي بمناسبه ايه؟ اولا ميا صاحبتي، ويوسف اخويا، ومحمد هو محمد المشكله ان انا اللي بحبه. انا مش عارفه هو انا عارفه ان هو بيكرهني، بس اتس اوكي يعني هو انتخبني عشان اكيد مش هينتخبك. وكمان ليليان انتخبتني اكيد مش هتنتخبك برضو. الوحيد اليتيم اللي انتخبك علي، ولا مش فاكره اسمه ايه، حتى ابو شعر اصفر حتى مهند اختارني انا كمان. بطلي تكبر، انا مش عارفه اختاروا فيكي ايه، انا مش عارفه ازاي هبقى في المستوى بتاعك اصلا، وهنلعب سوا اوف بقى. طب يا جماعه المهم ان احنا دلوقتي جاهزين، واحنا كمان جاهزين. طب يلا نطلع بقى عشان اكيد البنات خلصوا. طيب صح. خلصنا. واحنا كمان خلصنا. واو شكلها تحفه. او ماي جاد خلصنا يا ميس. او ماي جاد طيب برافو عليكم، انا كتبت كل اللي احنا لازم نتعلمه ولازم تتدربوا عليه في الورقه دي. طيب نايس نايس، ربنا يستر من اللي انتوا هتعملوه. انا بجد قلقانه منكم. النور قالت ويوسف ومحمد ومعرفش مين، كلكم تقريبا ما بتعرفوش تلعبوا كره سله. المدرسه قالتها ما شاركت في المسابقه دي غير لما كانت تدربكم. ماشي بس ما تقلقيش قوي كده، ما تخافيش احنا قدها يا ميس. طب يلا يلا ننزل على الدور بتاع الملعب زي المدرسه التانية جايه، على الاقل تبقوا اتدربتوا ولا جربتوا تلعبوها حتى. انا جربت العبها قبل كده عشان كده ما تقلقيش. اوكي تعالوا. اوكي ايوه بعيد عني بجد. مش عارفه ازاي هتكون معاكم في نفس الاسانسير، مش عارفه ازاي نبقى في نفس الفريق. حتى النور الوحيده اللي سهل ان انا ابقى معاها في نفس المستوى، عشان نور الوحيده اللي يعتبر راقيه. ما تلعب نفسك بقى وتتخرس. انا حتى مش فاهم انت عملت برسم بتقول ايه، بتقول كلام مش مفهوم. بتكلم عن حد مالكش دعوه بيه انت اصلا. ها بتكلم عن بابا. اسكتوا بقى يلا ننزل. يا ربي انا بجد مش واثقه فيكم. اوكي انتوا بتعملوا ايه؟ يا دي القرف. اول حاجه كنا بنلعب.
طب يلا تعالوا عشان على الاقل هتجربوا وانتوا بجد هتفضحونا كده. تعالوا. هي ليه بيسو مش واثقه فينا قوي كده؟ عشان انتي ما يتثقش فيكي. انما انا ميس تلاقيها واثقه فيا انا، بس مش عايزه تقولي كده عشان ما تحبتكيش يعني. ولكن صدقيني انا اللي هكسب في الاخر، وحنكي انا اللي هاخد النجمه. مالها دي بارده، سيبك منها. انت كمان واثق فيا، انا بقى بحبك قوي، انتوا كلكم واثقين فيا. على فكره احنا واثقين فينا كلنا يعني، مش فيك انتي بس. انت بارد. يلا حاضر يا ميس، جايين في ايه دي شويه؟ شوفوا المكان هنا هو متوفر ليكم لغايه ما المدرسه تيجي ونلعب في المنطقه دي، فلازم على الاقل تبقوا متدربين. ايه ده، امشوا امشوا. ان انتوا هتبداوا تلعبوا وتتدربوا هنا لغايه ما المدرسه التانيه تيجي. طيب واو حلوه قوي. طب ما فكره حلوه يا ميس، واحتمال كده نلعب نكسب. ماي انت اللي متشارك. ايوه فكره ذكيه جدا. بصوا ماي العقله، اكيد انت مش هتلعبي يا نور، انت سايبه شعرك. مين قال؟ ايه؟ اها عادي يا ميس، انا كمان مش هسايب شعري. ماشي اوكي، بس يعني خلاص. المهم تبقوا واخدين بعضكم من بعض، وطبعا قوانين الفرقه يعني لازم تبقوا عارفينها اكيد، ان انتوا كلكم لازم تبقوا واثقين في بعض. مش عايزين مشاكل، مش عايزين اي عند، ومش عايزين اي خناقات، فاهمين؟ عشان انتوا بالذات طبعا متوافقين مع بعض جدا، وانا عارفه كده. اكيد يا ميس ما تشكيش في حاجه زي دي اصلا. يا ربي ميس، ممكن ندخل على التدريب على طول؟ مش تدريب يا ماما، مش تدريب، مفيش وقت للتدريب حتى. امال احنا هنعمل ايه؟ هو مسابقه من اول يوم كده، ازاي ما قلتلناش حتى من قبل المدرسه بايام؟ مقلناكوش علشان هي قالت لنا احنا اصلا مدرسين، والمدرسه اصلا اللي وصل لها الخبر ده متاخر اصلا، يعني مش انتوا بس اللي وصل لكم الخبر ده متاخر. طيب فيعني يا ريت تلموا نفسكم شويه وتتقبلوا الامر. حاضر. ميس. ايوه في ايه؟ نعم. المديره فوق عايزه حضرتك بسرعه حالا. المديره؟ حصل ايه؟ تعالي بس بسرعه. حاضر. ما تتحركوش يا اولاد، ما تتحركوش. ها violins playing and the angels crying when the stars align and I'll be there. No one will care about the love, 'cause all I still believe, and all I care about is you. It's like I'm being like a tattoo. No one will care about the pain. I want the fire and the rain just to get closer to you. It's like I'm being like a tattoo. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do.